شنو علاقتي بالمحور البريطاني الامريكي السعودي؟ انا شنو اللي استفاديته من هذه المحاور؟ يعني شنو اللي استفاديته كعراق؟ يعني شنو اللي استفاديته؟ شنو اللي استفاديته؟ زين طيب خلص، يعني هذا الكلام وكأنه الاستسلام للأمر الواقع. يعني الشعب شنو بيده؟ شنو بيده الآن؟ أنت تتحدث، أنت جنابك الآن تتحدث عن مشروع وطني، راح يقولوا لك أنت جوكر، وثاني يقول لك أنت ذيل. والحل ما قالوها، مو يقولوها. أي يعني أنت الآن أمام أزمة. الأجندات الدولية، دوائر المخابرات هي اللي تتحكم بالعراق. يعني انا وانت ايش بدينا؟ يعني مجرد نزيح عموم، نزيح جزء من 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 اللي بصدورنا بالاعلام، وبعدين شنو الحل؟ ماكو حل. لكن انت، انا يعني مرات مو كلش اتفاعل مع لغه الياس، لانه العراقيين عندما انت تذكر ما الذي حصل في تشرين وهاي حاله التخبط والتشرذم السياسي، هي ايضا نتاج لدماء طاهرة بريئة أوصلت المشهد لهذا، وهم الآن هذه الشللية التي أصيبوا بها هي نتيجة موقف شعب يا معالي الوزير. يعني ضحايا تشرين الآن 1000 شخص راحوا شهداء، وآلاف جرحى، وحرم انتهكت، دماء لا يعني ما حد يتحدث عنها. يعني هم اللي خرجوا بتشرين هم من هم غير المحرومين انا وانت وهاي الطبقه الكادحه المحرومه. بعدين احنا من نريد نطلع الان، من نريد نطلع الان ايضا يوجهونا قناصه او يوجهونا تهم، ويجوز يسوونا الان. من اللي يدير ملف المخدرات بالعراق؟ انا وانت ندير ملف المخدرات؟ هم يديروا، هم ماسكين. تفسيخ المجتمع من المسؤول عليه؟ هم مسؤولين عليه. أنا شبيدي وأنت شبيدك. يعني أنا على إيد الأخ الكريم أستاذ حسن جينا بمشروع أنه نعالج ملف المياه بالعراق ونسوي له تصحيح، العودة إلى الطريق السليم. وإذا هجمة إعلامية من مجلس النواب، من الحكومة، كلها ضد التغيير، ضد التصحيح، وكذب هذا اللي يطلعون. حقيقة أنا أقول يكذبون علينا أنه إحنا نريد إصلاح، نريد فساد، نريد إنهاء الفساد. ماكو شيء ملموس على الأرض أنه في مصلحة المواطن، في إعلاء كلمة الدولة، في إعلاء القانون. كل كلام في كلام.